السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا هو ابو سماره سعيد اللي مقبل عطيتكم واحد الشكايه على حساب سوق الجمله للخضر والفواكه بمدينه الدار البيضاء، اكبر سوق، اكبر مرفق بسوق الجمله للخضر والفواكه بمدينه الدار البيضاء الكبرى، على الاختلالات والاختلاسات والفساد المستشري بسوق الجمله للخضر والفواكه بالدار البيضاء. حقائق على سوق الجمله وعلى المسؤولين، رسالة كنرفعها للسيد مدير سوق الجملة للخضر والفواكه ووكيل المداخل لسوق الجملة للخضر والفواكه، رسالة إخبارية. أنا كنتفاجئ بشي ناس كيطبعوا بالمحل التجاري ديال 10 18 لسوق الجملة للخضر والفواكه بشي مبالغ مالية خيالية، بأن أنا مهني ومهني وتاجر بسوق الجملة للخضار والفواكه، وبمهني سائق سيارة الأجرة من الصنف الكبير بتاكسي، يعني كنهز العائلات وكنهز جميع الناس اللي اسميتو أنا سيارة الأجرة، يعني جميع المهني كنديرهم أنا. وبالنسبة لي أنا معترف بي، أنا كان من 1 أكتوبر 1986 بسوق الجملة للخضار والفواكه بمدينة الدار البيضاء، والشركة التنمية ما جات حتى 2015، وكان فيها مدير سابق، وهذا مدير اللي جا قبل السابق، لأنه ذكر واحد الأقلية، ديك الأقلية هي اللي تواطت مع هذا المدير الجديد، يعني مع هذا المسؤول الجديد ديال التنمية، حتى هما كانوا مستخدمين، دابا ولاو عندهم محلات تجارية، وما عرفش منين جاهم هاد الرواج، وكاينين فيلات ما عند مسؤولين، وكاين بزاف ديال الاختلالات. ولكن انا تفاجئت واحد السيد الملقب بالوزاني جا عند المدير وقال لي واش نطبع عندنا؟ قال لي طبع في هاد المجازة، يعني حتى هو قال لي طبع، ومشى عند وكيل المداخل قال لي طبع، يعني بداو كيطبعوا باش يغرقوا المجازة بانه بيناتهم، وعطوا الشاك ديال المراه ميته، ما عرفناش واش ميته ولا باقا حيه ولا ما عرف، ولا جات مستخفيه، جات لابسه لباس ديال الانثى وما عرفوهاش هما، وسحبوها هي مولات المحال ولا ما فهمتش، لان المسؤوليه ديال اللي عطاتهم لقيتهم كطابعين 14600 وشي حاجه، وطابعين ها هما اوراق الكشف اللي طابعين، وطابعين تقريبا مبالغ، وطابعين 18، شي اوراق ما خياليه، يعني طابعين شي اوراق وعطاتهم، وداك اللي عطاهم ولا شكون اللي عطاهم توهم عليهم وعطاهم الشيك ديال 15 مليون و500، يعني هما ملي شدوا داك ال 15 مليون و500 وداروا روشير شي مده عام، يعني هادشي تلاعبات في المال العام، يعني المال العام ما عندوش، يعني كاين العبث، يعني كاين عدم الاختصاص، يعني الناس ما متاهلاش لداكشي. وحنا دابا اش كندير؟ اش كنقولوا؟ كنقولوا باغيين شكايه، هما رساله اخباريه ولكن شكايه، لان المسؤول عليهم على الشركه التنميه هو الوالي الدار البيضاء الكبرى، والسيده العمده الرميلي والنائبه ديالها، يعني خاصهم يشوفوا من هادشي، وكنشوفوا الا ما بغاوش، بغينا وكيل العام يتدخل في هادشي، وشكون اللي مسؤول علينا هو الوالي من يوجبد، يعني هاد الفساد المستشري في المال العام، يعني خاصو ناس. اما بالنسبه لحسن فريد الادريسي، راه الجماعه الحضاريه هي اللي عطاتو رخصه ديال الجمعيه، وهي اللي عطاتو رخصه ديال المقهى، يعني كيفاش تدخل هذا المارشي؟ وحنا انتم اللي عطيتونا رخصه، الجماعه الحضاريه اللي عطاتنا رخصه، لان هذا المدير الجديد ما معترف حتى شي واحد، يعني كيفاش تداروا دوك الفيلات، وكيفاش تداروا دوك الناس مستخدمين ولاو عندهم محلات تجاريه تقريبا 300 مليون وكاري فكاري، يعني ولات كتكرات، يعني المزايد في السلعه راه بزاف، يعني خاص لجنه، لجنه المحاسبه، يعني المحاسبه تدخل سوق الجمله للخضر والفواكه بمدينه الدار البيضاء، وخصنا وكيل العام يدخل لسوق الجمله للخضر والفواكه بمدينه الدار البيضاء، وخص شكايه يرفعها والي ولا مجلس المدينه يرفعها الوكيل العام. وهذا الشيء اللي كنقول بوثائق وبحجج وبادله وبسند. واحد عاطينو واحد خدام في المربع 17 وجاو صحاب المربع 17 وقال لي هذا خدام معنا ومقيدينو في لاسينيسيس ودير هو اللي كيطبع ولا ما فهمتش كيفاش قاديته، وقال لك الوزانه الميزانات، الميزان راه كيدي 600 درهم في الميزان، يعني مستخدم. ومالي الكاميونات حنا كنخلصوا العساسه، يعني الكاميون اللي دخل راه كيخلص العساس، كيدي العساس 30 درهم حتى 50 درهم حتى 100 درهم الا بغيت البلاصه، العساس هو اللي كيكوماندي في البلاصه، يعني العساس يعني متواطئ مع الاداره، يعني هذا الشيء راه خصكم تحققوا معاه. وكاينين ديك العشوائي راه ما فيه تقريبا 200 ميزان، الميزان كيدي 600 درهم 700 درهم، راه ما كيديش 50 درهم،
يعني اش خصو التحقيق؟ يعني هذا الشيء، هذا الغلاء اللي كان في سوق الجمله، يعني خصو الناس ديالو، يعني خصو خصو التتبع، لجنه التتبع، هو مجلس المدينه اللي كيتحاسب عليها. يعني حنا ديال المجلس المدينه، يعني المرفق ديال الجماعه الحضاريه بسو اسميتو، الشركه جات في 2015 وحنا لقاتنا تم. يعني مطالب ديالي بان كاينه 250 مكازا، يعني تسدت مكازا وحده هي ديالي انا. يعني علاش؟ اشنا هي الاسباب اللي جعلهم يسدوا هذيك المكازا بوحده؟ واشنا هو اش المساند قانوني اللي تلتاج اللي هو؟ يعني ولا هو فيه وكيل الملك، ولا فيه محكمه دستور؟ ما فهمتش محكمه تشريعيه، ما فهمتش هذا الشيء اللي علاش ما تلتاج الا المحكمه لا والو. وكاين 64 كاميرا، يعني ديك 64 كاميرا علاش من علاش اش كتشوف؟ يعني ما كتشوفش هاد الخروقات؟ واحد داير بيرو مكتب ودير فيه الكاميرات، وكاينه تقريبا 26 هكتار، يعني 26 هكتار بانت لهم عين مكازا وحده. يعني كنشوفوا لجنه التحقيق هاد هاد الخروقات والاختلالات والتعسفات والتظلم، خصها تجي لسوق الجمله. يعني خص هنا يدخل وكيل العام لسوق الجمله، لان كاين فساد مستشري بسوق الجمله.